وهذا اللي فكر فيه ضيفنا الكاتب إبراهيم البسام اللي ألف كتاب اسمه دربك أخضر عن سواقة السيارة والمصاعب اللي ممكن تواجه السائق لأول مرة. فنقول لك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. ونبارك لك على هذا الكتاب. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. كبداية إيش الفرق بين هذا الكتاب وبين المدرسة؟ يعني إحنا نروح هناك مدرسة عشان نتعلم القيادة. فعلا. إيش ممكن ألاقي في الكتاب ما أقدر أتعلمه في المدرسة؟ طبعا المدرسة تعطي، مدرسة تعليم القيادة تعطي دروس نظرية عن قوانين المرور وأنظمة المرور بشكل عام. كتابي القواعد الستة دربك أخضر يعطي فكرة عن ثقافة سائدة في قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية. أنتم عارفين كل بلد له خصوصية أو ثقافة خاصة في القيادة. أكيد. أنا عشت في بلدان كثيرة وسكت فيها، الكويت، العراق، الأردن، كوريا، هولندا، وطبعا في السعودية. فلاحظت أن كل بلد في خصوصية في ثقافة القيادة، خصوصا في سلوكيات السائقين، فلذلك قد ما يتطرقون في مدارس القيادة لهذه الناحية، هذه النقطة. طيب اسمح لي أقتبس بس شوية من الكلام اللي كتبته أنت. كتبت: ما هي أنماط وعادات سائقي السيارات في السعودية التي تجعل شوارعنا مخيفة إلى هذا الحد؟ هل هي فعلا مخيفة شوارعنا من وجهة نظرك؟ والله طبعا الإحصائيات تشوف، يعني مثلا تقريبا 11 ألف حالة وفاة مع الأسف في عام 2017، هذه إحصائية صادرة من هيئة العامة للإحصاء. حوادثنا أكثر من الدول المجاورة، الأعلى مستويات على مستوى العالم. وأخطر أيضا، يعني حسب جريدة اليوم أيضا كل 8 حوادث في السعودية 6 إصابات. النسب العالمية كل 8 حوادث إصابة واحدة. فإن شاء الله يعني الأمور بتكون الأفضل الآن مع وجود المرأة أو بدأها بالقيادة. إحنا عارفين المرأة أكثر على مستوى العالم تعرض للحوادث أقل من الرجل.